الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. هذا الفيديو فهو موجه للوالدين ديالنا اللي ما مشاوش للمدرسة وما تعلموش، وكذلك هو موجه للوليدات ديالنا الناشئة ديالنا اللي مازال ما بداوش الدراسة ديالهم، مازال ما بداوش التعلم. وكذلك هو موجه لكل واحد بغى يتعلم العقيدة بطريقة مبسطة وبطريقة صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الرسول الكريم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قالها هو مستحضر معانيها. بمعنى ما تنتوكلوا إلا لله، ما تنستعنوا إلا بالله، ما تنخافوا إلا من الله، ما تنترجوا إلى الله، ما تنذبحوا إلا لله، ما تنذروا إلا لله، ما تنحلفوا إلا بالله. ما نقدرش نقولوا والوالدين والدم والبزولة والجورة وما شبه ذلك، لقاش هذا تيتسمى الشرك الفظيع. ما تنحبوا إلا في الله، وما تنكرهوا إلا في الله. اللي قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، وإن لم يصلي وإن لم يصم وإن لم يزكي وإن لم يحج يدخل الجنة. هذا قول الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن لم يقل لا إله إلا الله وإن صلى وإن صام وإن زكى وإن حج وإن بنى مسجدا وإن بنى كنيسة، يفعل اللي يدير اللي يبغى يدخل النار. من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، ومن لم يقل لا إله إلا الله يدخل النار. وإن صلى وإن صام وإن زكى ويدير اللي كان. الأهمية ديال لا إله إلا الله، أهمية ديال التوحيد، فهي مهمة جدا. خصنا نتعلمو التوحيد، وهذا ما تتنافاش مع الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تيقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كما قال ذاك العالم اللي مات مؤخرا الله يرحمه الشيخ الألباني، قال لك كفر دون كفر. كاين أشرطة عنده شي بعض الأشرطة من الأشرطة القدام، كفر دون كفر. إذا نحرصوا كل حرص على توحيد الله. إلا بغينا نحلفوا نحلفوا إلا بالله، بغينا نستعلم ما نقولوش الوالدين. يقول لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتخطفه الطير أو تهوي به في مكان سحيق. غادي إن شاء الله بحول الله كل باب من هذا الباب، باب الخوف، باب التوكل، باب النذر، باب هذه الباب نتناولوها بشكل مبسط. وكاين كاين أشرطة، كاين كاسيطات، كاين فيديوهات كتار ديال با العلاوي، كاين بزاف، كاين أشرطة علمية بالنسبة لقارين الناس ديال الشيخ الدروس علمية، كاين بحال با العلاوي مبسط. وإن شاء الله ما تنساو شي نهار الجمعة إن شاء الله بحول الله غادي ينزل واحد الفيديو ديال الفيديو الثاني ديال الثقة في النفس.